خلونا نبدأ مع حضراتكم بالأخبار عفوا اللي حصلت امبارح. وامبارح كان في أخبار وأحداث كتيرة، منها إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي، ورئيس الوزراء أرسل الأسئلة والاستفسارات لمنسق الحوار الوطني بخصوص المحور الاقتصادي، وأخبار تانية نستعرضها بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أكتوبر اللي فات، وده من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء. وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود اللي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وتعاملها مع اللي بيتم رصده من استغاثات المواطنين وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأكد مدبولي على أهمية الاستمرار في تكثيف الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أرسل ردود على الأسئلة والاستفسارات اللي جات له من ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني واللي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه لوضعها قدام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بخصوصها، وده بيجي في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كل الأطياف المهتمة بالشأن الاقتصادي في سياق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 29 أكتوبر ولحد 4 نوفمبر. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. أيضاً امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص خصخصة منظومة التعليم العالي بالتزامن مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية أخبار غير صحيحة وإنه ما صدرش أي قرار بخصوص الموضوع ده. شددت الحكومة على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم بدون أي نية لخصخصته، وإن الدولة ملتزمة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قايمة على ضمان الجودة وبالمجان لكل المواطنين على حد سواء بدون أي تفرقة. امبارح صندوق الأوبك للتنمية الدولية أطلق مبادرات وإجراءات مناخية جديدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ، وهيشهد المؤتمر الكشف عن حزمة تمويل بمليارات الدولارات من مجموعة التنسيق العربية ACG، ودي مجموعة من 10 مؤسسات لتمويل التنمية، وهتدعم حزمة ACG للفترة 2022-2030 لاقتصادات في الدول النامية لتسريع انتقال الطاقة وزيادة المرونة المناخية وتعزيز أمن الطاقة. طيب، كمان محافظات مصر شهدت عديد من الأخبار والأحداث الهامة جدا، يمكن أبرزها تصريح محافظ الغربية اللي أكد خلاله على تمويل 1760 مشروع في المحلة بتمويل وصل ل 226 مليون جنيه ضمن مشروعك، وانطلاق مهرجان طيبة الدولي للفنون والفنون التلقائية ومسرح الطفل في محافظة أسوان، وكمان احتفال الأقصر بذكرى مئوية اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وأخبار تانية بالتأكيد هنتابعها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أعلن إن إجمالي قيمة مشروعات الشباب اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب مشروعك بمدينة المحلة الكبرى وصل ل 226 مليون جنيه، وإن عدد المشروعات اللي تم تمويلها وصلت ل 1760 مشروع للشباب. هتستضيف مدينة أسوان مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السابعة، واللي هيقام خلال الفترة من 5 ولحد 9 نوفمبر تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني.
محافظة الأقصر بدأت الاحتفال بذكرى مئوية اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في البر الغربي بتوافد الأفواج السياحية على زيارة المقبرة، وتم تنفيذ مشروع ترميم بيت كارتر في الفترة من فبراير ولحد نوفمبر 2022. مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية نفذت قافلة علاجية مجانية بقرية طهواي بمركز أشمون، وصرحت الدكتورة شيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية في المحافظة إن القافلة اشتملت على عدد 9 عيادات متخصصة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات، وأوضحت كمان إنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1720 مواطن. محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أعلن عن توافر منافذ التوزيع التابعة لمشروع الإنتاج الحيواني بالمحافظة بمحيط قصر ثقافة بورسعيد وبازار بورسعيد الجديد وسوق العبور ببور فؤاد، وده لتوزيع اللحوم البلدي بسعر 130 جنيه للكيلو وتوزيع السجق البلدي واللحمة المفرومة بسعر 120 جنيه للكيلو. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شهدوا خلال افتتاح مسجد المعمورة الكبير بالإسكندرية توزيع 2 طن لحوم صكوك على الأسر الأولى بالرعاية، وبكده إجمالي اللي تم توزيعه وصل ل 104 طن لحمة.